الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير يا ربي، الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير. مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم وصباحكم مبروك من قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، وبالضبط من منطقة عين السبع ومحكمة عين السبع. كما كتشاهدوا معنا، الله يسمح لنا من الوالدين، لأنه دائما في المشاكل كتجي كما كنقولوا غير في الوالدين، خاصة يعني في المشاكل اللي كيديروها الوليدات واللي كيتسببوا فيها حتى هما بدورهم، راه الله يحسن العوان جاهم ما كيكونوش ناوين. يعني انسان راه كل واحد ماشي كاع اللي هنا راه مجرم، راه كاين يعني اللي خطا، ولا كاين مثلا اللي كيكون يعني غير بريء، ولكن دائما المحكمه والنيابه العامه خاصها يعني تحقق، وخاصها تدقق في يعني تطلب من الضابط القضائي دائما ان تدقق في التحقيق باش يوصلوا الحقيقه ويعرفوا هذاك السيد واش فعلا فهو مدان او بريء. لان يعني كما كنقولوا فالمتهم هو بريء حتى تثبت ادانته. اذا هذه رساله، وهذا الفيديو او هذا اللايف كنتمنى من كل شيء بارطاجيه، لانه خاص توصل لهاد الشباب. نتوما راه اخواني، راه ما تبغيوش تحطوا والديكم في هاد المواقف. انا عارف حتى شي واحد ما غيبغي يحط والديه يربوه يعني وتقاتلوا عليه، ما غيبغي يحطهم في هاد المواقف هادو، ولكن ربما للواقع او للحياه رأي آخر أو مسار آخر. فلهذا الإنسان خاصو قبل ما يدير أي فعل فكر، أخويا أخي أو أختي، قبل ما تدير أو ترتكب أي غلط فكر، قبل ما تكون وقبل ما تمشي وتعاشر وتصاحب مع رفقاء السوء فكر، وشوف هاد المنطقة اللي ما تبغيش تحط فيه والديك. الأخ مصطفى قال يا خويا مصطفى، شحال من واحد كانوا رابطين والديه ومراقبين وحاضين ومقرين ومشكل ورفقاء، شحال من واحد حنا اللي كنصوروا مع عائلات ولدهم كيقول يعني كان واقف غير مع واحد ولد دربهم كيبيع ولا كيتاجر في الحشيش، جاو البوليس داو وياه حتى يحقوه بحتوش فعلا هو عنده علاقه به ولا لا. وقت والديه تاجروا معاه في كوميساريات وفي محاكم، يعني راه واقع ما هاد القضية ديال الربيط سميت السيب، أي إنسان خاصو يربي. ولكن شحال من وليد مربي في الحبس دابا، شحال من وليد درويش ومؤدب ومخلق في الحبس. باش ما نكونوش حنا ظالمين، وباش ما نقولوش أن راه كاع الناس راه كاع كلهم مجرمين وكاع اللي في الحبس راهم خايبين، راه كاين اللي خطأ، هما هادوك الأخطاء خاصو يتعلمو شباب أخرين. هادشي شحال كنديرو هاد اللايف، وشتي الإخوان درت هاد اللايف هنا، أخويا راه قبال ما دير الغلط فكر فين غتحط ميمتك وفين غتحط باك، فكر فين غادي تحطهم ويبقاو يتسناونا في هاد اشعه الشمس. انا دابا جلست في هاد المده غير ديال 5 دقائق، راسي تنضن عليا، راسي ضرني، فما ادراك هاد الوالدين نتاك اللي كيجيو من 6 ديال الصباح، علاش باش يتسناو باش يعرفوا؟ لان قلبو ما هانيش اصلا، كتلقاو ما ناعسينش. عزيد لي في مدن اخرى او في اقاليم اخرى، ولدو تشد هنا في كازا وجابوا لهاد المحكمه ديال عين السبع، يعني خصو يجي من هذيك البلاصه لهنا، خصو يجي في الصباح بكري. ففكر اخويا، فكر اخويا قبل ما دير اي غلط، فكر فين غتحط والديك، فكر فين غادي تحطهم، فكر فين غادي يكونوا في هذا الموقف اللي ما غاديش تبغي لهم بطبيعه الحال. انا كنتمنى مشاهدينا الرساله تكون واضحه، واي واحد طلع لي هذا اللايف يبارطاجيه باش توصل للجميع.